بسم الله. دلوقتي عايز اصدر المجسم اللي احنا عملناه دوت لملف سات. ملف سات ده ملف مشترك بين الكاد والكام. فاجي هنا هقول له سات او اكسبورت، اكسبورت تو سات، موجود في قلب جيومتري. تمام اهوت، واحطه هنا، اقول له خد السوليد، شكل السوليد دوت في الاكسبورت تو سات. طيب ايه اللي ناقصه؟ ناقصه الفايل باص. تمام، اللي هو المسار هيساف فين. فهدي له فايل باص، اهوت هبدأ اوصله واختار اليونت اللي انا عايزها مثلا بالمليمتر. خلي بالك ان انا مخليه مانوال، لو انا مخليه اوتوماتيك كان خلاص تم الاكسبورت على طول. فهقول له خد المسار دوت، روح على ماي كمبيوتر فيديو وسيفه باسم مثلا اس اي اي. تمام، اي اسم اوبن. تمام، ناقص بس ان انا اقول له رن فيبدأ يعمل اكسبورت. طيب عايزين نتأكد من الموضوع دوت، اروح رايح هنا للفيديوز، ارتب التاريخ، الاقي الملف هو موجود اس اس اي اي دوت سيت، تم التصديق.